عليك عصام ونور، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اشتقنا لكم كثير ورجعنا لكم بفيديو جديد وطبخه جديده من تحديات نور. اليوم دوري يا جماعه، انا كثير متحمس اليوم، بس مختار لها اكله بصراحه. والله بصراحه صعبه. لا والله والله هي الاكله بتجنن، وهي كثير كثير بتحبها. اليوم رح تطبخينا الملوخيه مع الرز. سوري، ما اطيب بتحبها نور، اكلتي المفضله اللي هي ملوخيه ورز. بس عيلة عصام ونور اللي عم يشوفنا لاول مره، ما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناه اذا مالكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا، عشان تعرفي حبي انه انت بالبال. والله دخيل قلبك، والله انت بالبال. انا بحبها. انت تعال شبه النور، زعلانين من شو؟ اجى الدليفري دق الباب، ايوه واحد اخذت الاغراض وسكرت الباب. هدول صايرين بس ينفتح الباب انه معناتها بدهم يطلعوا. لك ايه، هي انا مو على طول طلعت بمشيهم برا، بس هلا الدنيا نار نار. بتعرفي اذا طلعتهم والله ليموتوا من الشوق. ليك هذا اللي جاي لعندي. هذا بحب التصوير، روح عنده التصوير. ايه روح قلبه يكمس الكاميرا، خذ سلم عليهم، سلم. الا مرحبا، الا مرحبا، الا 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 يا عمي قلبي. هي اليكس، سلم عليهم اليكس. مرحبا. دخيل قلبك يا اليكس. لك ليه عم تشوفني يا شو عم يعمل؟ عم يلحق بيت الدبان بالهون. عن جد؟ عم يلحق، قعدتني محرمة على السريع. قالك جايب قطعة الدبان بده يقتلها. هي عم تعرفي شغلة؟ ما عم يخلي شيء، ما عم يفتحوا. عم يستكشفوا. ايه هلا بلشوا. امبارح راح لنور على المطبخ على الجلاية بده يكبسها بالبرنامج تبع الازرار. الجلاية ليش عم تخرب؟ طلعوا منها فيا وعم يخرب ما شاء الله عليهم، الله يحميهم. على شو عم تدوري؟ تاني. ليش انت بتعملي كيس ولا كيسين؟ لا رح اعمل كيسين. اه كيسين دبش، لانه بتحبيها كثير. لا مشان زادات على الفريزر. لا لا هي نور كمان، هي الاكله اذا بتضل عم تاكلها اسبوع ما بتمل منها. والله اذا باش اسبوع بالبرد بتضل ما بمل منها. هلا انا ملاحظ شغله، انه عن جد كل البنات بشكل عام بحبوا هالملوخيه. ايه عن جد. طيب ليش بقيتي؟ نور بلشت هلا. اعطيني جاتو، اعطيني جاتو. وين حاطه الجاتو؟ هون بلاستيك. وين؟ هون طلب يعني. هون طلبت منه طلب. لا المشكله ما بتدليني صح. هون 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 بهي. ايه يمكن تحت هي هاد هاد. اعطيني جاتو، بعطيها الجاتو. اعطيك اللون. الله يسلمك. واحلى شيء انا عم بصفهم بشغله هلا، انه اقعد ونقي معك. والله ببحتهم بحت. تعبي لي الدنيا انت. ايوه اذا بيساعدني بشيء الله وكيلكم بخليني اشتغل وراه ساعتين. والله يا نور فيها كثير هي. ايه طلع منها كثير. اه والله. ايه والله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا شو المرحله هي؟ اي هلا عم بغسل الملوخيه. مرحله غسل الملوخيه، لانه انا بحب اغسل الملوخيه بصراحه. يا عيني يا عيني، شايفين كيف بغسلها؟ انا بعبي هاي من الجات مي، بغط شوي صغيره، وبعدين على المصفايه. على المصفايه بس ما كثير، هيك بفركها بايدي لحتى ما تصير، عشان ما تكسر، عشان ما تكسر وتصير هيك انه عشان تضل كل حبه بحبتها. ايوه تضل هيك ورق، لانه انا بحبها ورق تكون. طيب شايفين بهي الطريقه؟ هلا هي الحركه بتروح كل الغبار عنا والله. ما تخلي ولا غبرايه وحده بالملوخيه ابدا. هلا مرحله التنشيف. يا عيني عليك يا نور، شو هالقلبه هي؟ معرفتك معرفتك والله معرفتك. هلا رح افتحها هيك عشان تنشف على الاخر وما تضل فيها ابدا المي. قديش بدك تخليها هيك نور؟ هلا هي القماشه بتغب كل المي. يا عيني بتنشف يعني لحتى تنشف. هلا بدي اغسل الدجاج وحطه لين نسلق الدجاج. ايه لانه اليوم الملوخيه دجاج. يا عيني على الملوخيه. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا قلبي. نور عم تتغزل بالدجاجات، شو بهم حبي؟ كثير كيوت. هلا كثير كيوت الدجاجات. ليكو ليكو بس. نعومين. مشان تعرفي انا ما بجيب لك الا الدجاج الكيوت. ايه اعطيني سكينه بالله حبي من الدرج. هي سكين. ها ديري بالك على ايدك. بسم الله بسم الله بسم الله. ديري بالك انه الدجاجه كثير كيوت. ها ايه حرام حرام، لازم نعاملها بلطف. عامليها بلطف للدجاجه. حطيت لها الدجاجات الكيوت لنور على النار. قلت لها شو حط لك؟ قالت لي بتحط لي بس ورق غار. قلت لها طيب بصله شغله عامله؟ قال لا مشان ما تغير طعمه المرأة. ايه لكن لانه هي المرأة شايفين؟ هي المرأة تبع الملوخيه بدنا نستعملها، فما بصير نحط شيء ثاني او شيء ثاني بتعطي طعمه. ولا بصله؟ لا لا خلص بس ورق غار. خلص هيك تمام، طالما غسلنا الدجاجات الكيوت منيح الكيوت ورق الغار خلص. تمام. اليوم انا جاي على بالي الفته بحمص اللي هي اسمع عنا بالشام تسقيه. يا عيني نور كثير بتحبها من تحدياتي. على هي الاكله
اللي نحط على وشها حمص منطش السمنة. ايه بس تسمعوا هيك صوت الطشة فوق المسبحة يا لطيف. اشتغلنا عصام مخلل. المخلل هذا مشان شو؟ كثير طيب. يا عيني عليك. وفي هدول حبات الفليفل الحادين نار، هذا الحمص جاهز. بس تعرف شغلة عصام؟ اليوم شو رأيك نعمل بس ملوخية وتسقية؟ هي. ما نعمل فتوش وبطاطا شو رأيك؟ حابة تغيير نور. طيب مو غلط. لا صراحة مليت من الفتوش. واخيرا ملت نور من الفتوش. واخيرا شو صار معك حبي؟ انا كثير جعت اليوم. هاي صفيت الدجاجة كثير جعت. هلا بدك تشم ريحة الملوخية حتغبط وهي عم تتحمص. يا عيني يا عيني الله يعطيك العافية. هلا في ناس بتحمصها بالزيت بس انا بحب حمصها بالسمنة، بحسها بتطلع اطيب واتسم. اتسم اهم شيء الدسم. اهم شيء الدسم بالاكل. اهم شيء مشان شو؟ مشان الدايت حبي. ايوه اهم شيء الدايت برمضان. اهم شيء برمضان في دايت. هو لحالنا بنكون عم نعمل دايت. اي والله نصيان. شايفه مين اجى لعندك نور؟ بالله تروح لانه ماما جايبه حمص معك الملوخيه. اه ماما في نار بدك تساعدني طحني. انا نزلته من الكرسي لانه حسيته ضاجر شوي. بدك تساعدني؟ هلا اجي عم يتطلع. شو عم بعمل لك ملوخيه؟ بده يبلش بالطبخ. هي اكله طيبه، اكله ماما المفضله. شو؟ ليوم؟ لا 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 نقدر ليوم. خود تعال خود. انا عصام انا بخاف عليك. عم بمزح حبي معقوله يعني. يلا بسم الله. ها بلش التحميص الملوخيه نور. كثير حميه السمنه. عادي حبي ما اجى ليا انتهيت مع ليا. الله يسلمه. بسم الله بسم الله. لازم تتحمص على نار هاديه لان بسم الله بلشت ريحه السمنه مع الملوخيه تطلع. انا بحمص شوي كل شوي بشويته احسن لي. وشو بعمل كمان؟ بحط جنبي ليمون وبعصر عصرة ليمون مع التحميص مشان شو؟ مشان ما تصير لزيجة كمان. هي كثير منيحة هاي الشغلة. هون السر يمكن. الشيء الحلو بنور انه شوفوا المطبخ كيف هي عم تشتغل وكمان بنفس الوقت بترتب. ايه لكن دخيله المرتب. انا ما بحب اشتغل وكل شيء معجون حوالي. دخيله المرتب يلي بحب كل شيء مرتب. بس ما بضل مرتب كثير. قبل الافطار شوفوا. ايه قبل الافطار اجباري بنعجق لانه لازم انا فوت على المطبخ واعجق لك اياه. حاول انه على الافطار يكون المطبخ مرتب بس عبث عبث. الله يسلمك اياك. شايفين؟ خلصنا من تحميص الملوخيه. حمصت صارت جاهزه هلا. وعلى فكره هي اصعب مرحله، بس تحمصت الملوخيه خلص الطبخه فيكم تقولوا. هلا شو بدك تساوي؟ هلا بدي اقطع الدجاج احطه فوق الملوخيه. وانا غسلت لك شوفي هدول الخضروات صاروا جاهزين. لك الله يخليه لي. حطيت لك بصل اخضر والنعناع. صحيح اليوم ما في فتوش واخيرا ارتحنا من الفتوش بس ما بصير بدون الخضار. لازم خضروات. لازم الخضار على الافطار. بلشت تجهز الصفره. الله يعطيك العافية. الله يعافي قلبي. شو اسمه الخضار؟ خرافي. اللي عملنا اياه عصومي. شو صار معك بالكيوت؟ شيء مو كله خرافي. هلا الكيوت بطلوا كيوت هلا. عم تعذبيهم انا شايفه. عم تنتفهم تنتيف. والله تنتيف. عم نتف الجاج تنتيف. هلا ملح؟ ملح. يا عيني عليك يا نور. الله يسلم الديار. هلا شو اخر خطوه؟ مرقة الدجاج. بدنا نحط مرقة الدجاج، انا بحط هاي لحتى مرقة الدجاج تتصفى لانه الا ما يطلع فيها اشياء وشغلات. بسم الله بسم الله بسم الله. بدي احطها كلها. ها شايف؟ توكلي على الله يا عيني عليكي. خلي لا واصلا رح نحط خلي الدسم لحتى كمان بدها شوية مي؟ ايه رح احطها شوية مي. هي يمكن لازم تنغمر ما؟ ايوه انا بحب اغمرها كلها هي والدجاج بالمي. نور حطيت هون مكعب ماجي لانه مية الدجاج طلعت عندي قليلة فحطيت كعبين ماجي ورح نذوبهم شوية مي سخنة وبعدين نضيفهم فوق الملوخية. صارت كاسة شوربة هي تشرب. بتكون كتير كتير مالحة. هلا هيك تمام؟ كمان بدها؟ حطي إيه؟ حطي لا لا حاش هيك تمام؟ هيك تمام. يا عيني على الروايح يا نور. هلا التوم والكزبرة. راسين توم حطيت. راسين. ريحة البيت كلها صارت كزبرة وتوم. الروايح بتجنن نور. وحطيت كمان سمن بلدي. ايه مشان الدسم. مشان الدسم. بسم الله. اجمل شيء هي الطشة. يا عين يا عين. لا وهي كمان. ريحة البيت بتجنن صارت. أليكس ما في غير ماما، شو هالريحة الحلوة؟ ايه أليكس كثير بيحب الملوخية. بموت عليها أليكس. هو ومريتا. طالع لأمه بحب الملوخية. طبعا عشقة المطبخ قبل المغرب لازم لازم شوفوا المطبخ كيف. شوفوا هون الرز، هون عصام حط لنا حمص مشان يعمل تسقية. الله يعطيك العافية يا عصومي. هاي المسبحة من تحت ايدين عصام مع الليمون والثوم.
بس ما قلت لهم شو حطيت هون. هي مسبحة اللي هو الحمص المطحون. ايوه. ليمون وثوم وكمون وملح وحمض وطحينة 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 كمان. بس شوفوا عصام بحبها بالخبز العادي، انا بحبها بالخبز المقلي. صار لها ساعة عم تقلي قلي بالخبز. والله العظيم رح نتخانق شوي تاني، قل لي شو بدك تاكلي على كيفك، جاي على بالي انا. والله هي جاهزة عصام. بما انه اليوم الملوخية انا اللي بحبها ريحتها بتجنن، فمشان هيك خليتك تعمل المسبحة على طريقتك. يلا بدون قلي خبز. انا عم اقول لها انه انا بحبها هيك وهي بتحبها بالخبز المقلي. انتوا صحيح شلون بتحبوا تسقيها بالخبز المقلي ولا بالخبز العادي؟ انا هيك والله بحبها هيك طيبة. انت بتحبي القرمشة؟ بتصير قاطية بس كمان هيك طيبة. ايه يعني بما انه اليوم ما في فتوش بدها كمان تقلينا خبز مقلي. ريحة الملوخية بتجنن. شوفوا المنظر بتجنن. منظر عم تسقسي هيك عم تغلي عصام. وهلا هون كمان هي الرز خلص نشفت ميته. هلا على نار هادية. حط على نار هادية. يا عيني يا عيني شوفوا الملوخية. الله يعطيكي الف الف عافية. ريحتها بتاخذ العقل. حاسة كثير كثير طيبة. وانا حاسة كثير كثير مبسوطة انه اليوم اكلتك. لا دمرت لها المطبخ لنور وعم نتخانق انا وياها مين بده طش السمنه على التسقيه. انت هنروح قلب الطش. عيلة عصام ونور شوفوا هي صفرتنا صارت جاهزه، الملوخيه تبع نور وهي التسقيه اللي انا سويتها والرز وهي الشوربه والحركات كلها جاهزه نور. والمخللات هذا المخلل هذا يا لطيف هذا المخلل. شو عصام شو يلا سمي بالله سمي بالله بسم الله اوعى اولاد اوعى يلا بسم الله. يا عيني يا سلام يا عين الله يسلم هالديات. يا عيني انا روح قلبي طفت السمنة. هاي الاصوات خرافية. شايفين منظرة بشهي والله. الله يسلم هالديات يا عصام. دياتي ودياتك. دياتك. وهي صفتنا صارت جاهزة على عصام ونور. ولكن الولاد كلهم حسيتهم تحمسوا. يلا اليوم الله اليوم أليكس ماريتا بيجوبه وكل شيء بيقولوا لي ماما يلا جعنا. هن عم يشموا ريحة الملوخية لأنهم بيحبوها. الرواية. شو؟ مالكم جوعانين؟ أليكس مالك جوعان؟ جوعان يلا ماريتا جوعانة ولا لا؟ هنبلش نحن يلا تعالي. عيلة عصام ونور هلا هيك رح نختم معكم هذا الفيديو لأنه بدنا نقعد ناكل وكثير جعنا كالعادة. بس قبل ما نختم الفيديو رح ناخذ ثلاث أسامي مثل ما عودناكم. معنا هاجر من سوريا، أروى من فلسطين، وفوزية من الجزائر. إذا حابين يطلع اسمكم بالفيديو اللي جاي تكون تحت بالتعليقات اسمكم ومن أي بلد عم تتابعوا. وما تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو، تشتركوا بالقناة إذا ما لكم مشتركين لحتى تكبر عيلتنا، وتابعونا كمان على الانستغرام والسناب شات لروهوت سندول وصف تحت. بنحبكم كثير كثير. بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي. وسلام.